أمل. بسمة أمل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم مع دكتور شادي محمد، أخصائي أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب ومناظير البطن والرحم. يتجدد اللقاء مع برنامجكم الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 2 ظهرا، برنامج بسمة أمل. نتعشم في وجه الله خير أن احنا نستطيع أن نرسم بسمة أمل على شفاء كل زوج وزوجة يبحثان عن الإنجاب. بسمة أمل على شفاء كل زوج وزوجة يبحثان عن السعادة الزوجية في العلاقة الخاصة بينهم. بسمة أمل على شفاء كل فتاة وكل امرأة تبحث عن نصيحة طبية في أمراض النساء والتوليد والعقم. يسعدنا ان احنا نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الموجودة. موضوع حلقتنا النهاردة، احنا معلش الحلقتين اللي فاتوا كانوا مسجلين، فهنكمل بقية موضوع الحلقة اللي هو تأخر الإنجاب عند المرأة. احنا كنا اتكلمنا بالتفصيل تأخر الإنجاب عند الزوج وكيفية علاجه وهنلجأ لفين وامتى المرحلة اللي احنا نقف عندها وامتى طبيب أمراض الذكور هو اللي يبتدي يتدخل في الموضوع وهو اللي يشوف الموضوع وامتى بناخد عينة من الخصية. كل ده احنا نهيناه. دلوقتي احنا افترضنا ان الزوج سليم او الزوج هيبقى متواجد، فهنشوف الأسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب عند المرأة. طبعا احنا دايما في أي تعامل احنا بنبتدي بالزوج، لأن تحليل الزوج تحليل سهل. تحليل السائل المنوي يبين لي كل الحاجات المتعلقة بالزوج، يعني تحليل السائل المنوي سليم يبقى الزوج سليم وخلاص، وخلصنا كده من 30% من الأسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب. 30% تخيلوا، 30% من الأسباب بتحليل سهل وبسيط لا يتعدى 5 دقائق 10 دقائق نتيجته، يبقى احنا عرفنا 30% من أسباب تأخر الإنجاب. قلنا الزوج سليم، هنبتدي النهاردة نتكلم عن موضوع الحلقة الأساسي أو موضوع الثلاث أربع حلقات الأساسيين اللي جايين، تأخر الإنجاب عند الزوجة. وإن شاء الله بعد كده في حلقة كاملة عن تأخر إنجاب بسبب العلاقة الزوجية بين الزوجين. يعني في ناس فاهمة غلط خالص، العلاقة الزوجية نفسها أو العلاقة الجنسية بين الزوجين ليها بعض الأسباب التي تؤخر الإنجاب أو يعني تقلل فرص التلقيح. كل ده هنبقى نتكلم عنه إن شاء الله، إنما النهاردة هنتكلم عن تأخر الإنجاب لدى الزوجة. يعني إيه تأخر الإنجاب لدى الزوجة؟ يعني الزوجة عندها سبب لتأخر الإنجاب. إيه بقى الأسباب؟ إحنا بنبتدي نفحص واحدة واحدة. تأخر الجهاز التناسلي للأنثى يتكون من كذا شيء، عشان كده دايما لما بيجي احنا بنبتدي بالزوج السهل والبسيط، نبتدي بقى نشوف الزوجة، فبيبتدي مرحلة مع الثانية مع الثالثة، ولازم التدرج في هذه المرحلة إلا إذا كانت السيدة 35 سنة فوق ال 40 سنة فوق ال 35، فببتدي أنط على طول. يعني لما بيجي لي زوجين صغيرين خالص 22 23 سنه، بقعد 3 4 اشهر اقعد انشط في الموبايل، لان الاسباب تاخر الانجاب الاولي لزوجين لم يسبق لهم الانجاب هو غالبا بيبقى التبويض او المبايض. فابتدي اشوف انا التبويض وابتدي اشوف المبايض. زوجين صغيرين 21 22 25 28 بنبتدي نمشي 3 4 اشهر مع تبويض سليم، مع انتظام علاقه زوجيه سليمه، مع وضع علاقه زوجيه سليمه، الوضع نفسه بيبقى سليم كل حاجه، وتحليل سائل المنوي والزوج سليم، ابتدي اشفت على الحاجه الثانيه. الا اذا كانت الزوجه فوق ال 35 فوق ال 40 سنه، فانا ببتدي اجري على طول واعمل الفحوصات كلها. اللي انا بعمله هنا في 6 شهور اعمله للزوجه دي في شهرين وهكذا. الجهاز التناسلي للانثى يتكون من الشفرتين، دول الشفرتين الخارجيتين، المهبل، عنق الرحم، الرحم، الانابيب، المبايض، الغشاء البروتوني المجوف للانابيب والمجوف والمبطن للانابيب والمبطن للرحم. يبقى كل حاجه من دي ليها فحوصاتها، ومن كل حاجه دي لازم افحصها ولازم اشوفها. بتضايق جدا لما تيجي زوجه بقى لها مثلا سنه كامله بتدور على الانجاب، رحت ال 50 دكتور و 60 دكتور ما عمليش فحص مهبلي يا دكتور، ما عمليش حتى محطش ايديه. يا جماعه لازم الفحص المهبلي البي في، لازم نرجع قواعدنا سالمين. لازم ما ينفعش انا دلوقتي كدكتور قلب يجي لي العيان واقول له خد اعمل لي رسم القلب، اول ما يخش خد اعمل لي رسم القلب واعمل لي الموجات الصوتيه على القلب دي عشان اطمن على قلبك. لغينا وضع السماعه بتاعت زمان، لا ما ينفعش. يبقى لازم نرجع برضو احنا كدكاتره لازم الفحص المهبلي، اللي هم دكاترتنا القدام والكبار، اللي هو انت لازم بتجيم بعض المعلومات او بتاخد بعض المعلومات بالفحص المهبلي. ساعات بيبقى في حاجز في المهبل، يبقى دي السيده دي بيحصل لها عسر اثناء عسر النكاح او ديسبارونيا اثناء العلاقه الزوجيه لا تستمتع، الم شديد ورهيب جدا، يبقى ده كل ده يؤدي لعدم تكرار العلاقه الزوجيه، عدم انتظام العلاقه الزوجيه، عدم النفع او الاستمتاع بالعلاقه الزوجيه، كل ده يؤدي الى تاخر الانجاب. خلي بالنا يا جماعه كل دي حاجات تؤدي لبعضيها. نيجي بعد كده عندنا التهابات شديده في الرحم او في عنق الرحم. برضو الجزئيه الثانيه اللي نقولها، التاخر الالتهابات الشديده في عنق الرحم او في المهبه
لا تسبب منع الحمل، ولكن تسبب تأخر إنجاب إذا كانت شديدة. عشان في سيدة تقول لي أنا هقعد سنتين ما أخلفش عشان قالوا لي عندك التهابات. لا، مفيش حاجة اسمها كده خالص. في نفس الشهر السيدة بتيجي حامل. احنا كل ما احنا شايفين سبب لازم نعالجه. نبتدي بقى هندور نشوف المهبل، نعمل فحص مهبلي للسيدة، نبتدي نعمل عنق. معانا اتصال. مدام غادة اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا سقطت 3 مرات. في الشهر الكام والكام يا مدام غادة؟ في اول 3 شهور يعني. تمام مع حضرتك. يعني هو ما كانش يبقى فيه نبض. تمام. كل مره يكون جنين او كيس يطلع فاضي؟ لا، يعني على 45 يوم كده واروح للدكتور اللي ما فيش فيه نبض. تمام. فبعدين جوزي عمل تحليل طلعت عنده نسبه التشوهات 85%. 85%. وانا عملت اجسام مضاده ما طلعش عندي حاجه. الدكتور قال لي جوزك هو كتب له على شويه علاج وخلاص. تمام. بس مش عارفه بقى يا دكتور اعمل ايه بقى ولا ايه؟ حضرتك عملتي فحوصات مواد النزف والتجلط، بعض الفيروسات، بعض الميكروبات، كل ده اتعمل؟ كله سليم. كله ما فيش حاجه. عملتي كل اللي انا قلت عليه ده حضرتك؟ ايه؟ عملتي بعض الميكروبات ومواد النزف والتجلط؟ لا، ما فيش حاجه. طيب تمام، هرد على حضرتك انا، ما فيش مشكله. يا مدام غدا، جرتنا الموضوع تاني اللي هو تكرار الاجهاض. احنا كنا عملنا له حلقه قبل كده كامله. تكرار الاجهاض هي برضو في بعض الدراسات بتقول ان السبب ساعات بيبقى الزوج، وفعلا يعني هو دلوقتي لما نسبه الحرارات المنويه 85% هي مشوهه، يبقى اذا ممكن يبقى الجنين الحيوان المنوي اللي لقح البيضه دي جنين حيوان منوي غير سليم، فكون جنين غير سليم فحصل اجهاض او تكرار للاجهاض. فيبقى هي هنبتدي نشوف نعالج الزوج. بس هي انا بنصحها ان هي تعمل كل الفحوصات المتعلقه بالفيروسات والميكروبات، سيتوميجالو فيروس، الحصبه الالماني، التوكسوبلازموس اللي بنسميه مرض القطط، مواد النزف والتجلط، انتي كارديولوبين، لوبس انتي كواجولانت، انتي ثرومبين 3، كل الحاجات دي المفروض تتعمل، وبيبتدي بحيث ان احنا نعالج كله مع بعض، ما نمسكش في الزوج وخلاص ويبقى الزوجه فيها سبب من الاسباب. معانا اتصال تاني. مدام ام احمد اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ام احمد؟ لو سمحت يا دكتور، انا من شهرين كانت الدوره جات لي في ميعادها بس كملت معايا شهر، وكشفت عند دكتوره قالت لي، عملت لها اشعه قالت لي عندك ورم ليفي، وادتني برشام لونه ابيض في بني مشيت عليه شهرين فما ارتحتش ليها. رحت للدكتور اول امبارح تاني فكتب لي على برشام اسمه سترونيت نور. ماشي تمام. انت عندك كام سنه يا ام احمد؟ عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ 45 يا دكتور. متجوزه بقالي قد ايه يا ام احمد؟ بقالي 24 سنه. عندنا كام عيل يا ام احمد؟ ولد وبنت. ولد وبنت. الدوره كويسه ولا بتجيلك نزيف ولا ايه؟ لا يا دكتور، كان هو ده اول شهر تجيلي فيه اللي هو شهر واحد، وما خدت العلاج دوت مع دافلون ظبطت. طب تمام. الورم اللي فيه حجمه قد ايه؟ قالوا لحضرتك 3 سم ونص. 3 سم في كام؟ مش عارف يا دكتور. طيب مكانه فين يا ام احمد؟ في باطن الرحم. في الرحم من جوه يعني؟ هو ولا في العضلات بتاعه الرحم ولا في الرحم من بره؟ من بره يا دكتور. من بره. تمام. احنا مفيش بس اي، بس انا عايز اعرف حاجه يا دكتور. فضل. لو سمحت اتفضلي. البرشام ده بيعمل ميه تحت الجلد؟ برشام ايه بالظبط؟ اللي هو السترونات ده. طيب هرد على حضرتك يا مدام ام احمد. ماشي، هنرد على ام احمد. هو برضه السترونات نور ده عباره عن هرمون البروجسترون، ده يا جماعه بيعمل تجمع شويه للميه، مفيش مشاكل. بس هي مدام ام احمد، العلاج الاساسي للورم الليفي يا جماعه هو الجراحه، الا اذا في بعض الموداليتيز الجديده او بعض الحاجات الجديده ان بيعملوا حقن للاغذيه للاورده او الشرايين المغذيه للورم الليفي، فيبتدي يضمحل الورم الليفي ليه، لان الدم اللي بيوصل له بيضمحل خالص. بس احنا ننصح مدام ام احمد، السن كبير 45 سنه، فزي ما بنقول القاعده ان الورم الليفي ده بيتغذى على هرمونات الدوره. معانا مدام مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا مدام مريم. الله يخليكي. بعد اذنك يا دكتور، انا اختي كانت كشفه عند حضرتك قبل كده. اهلا وسهلا. بقى يعني حوالي 20 يوم. تمام. عملت سونار اول مره، حضرتك قلت لها ان الموبايل ضعيفه كل حاجه كويسه، الموبايل كويسه كل حاجه كويسه. طيب تاني مره جت حضرتك قلت لها ان الموبايل ضعيفه، طبيب ضعيف. ف
فساعتها هي يعني مش عارفه قلقانه قوي. ارد على حضرتك الطبيب بيكون بيأخر الحمل ولا ايه؟ طب ارد على حضرتك يا مدام مريم، لو او استاذه مريم لو اتفرجت معانا على حلقه هنبتدي نتفرج، هنبتدي نقول التبويض يا جماعه مش لازم كل شهر الاقي التبويض نفس الحكايه، احنا مش مكنه، عشان في ناس برضو تيجي المره الشهر ده اقول لها التبويض الناحيه اليمين والشهر اللي بعده التبويض الناحيه اليمين، تقول لي هو مش المفروض شهر وشهر؟ احنا مش مكنه، احنا مش هندسه، جسم البني ادم مختلف تماما، شهر ممكن يبقى فيه تبويض وشهر تاني لا، وشهرين تاني اه، وثلاث اربع اشهر مفيش تبويض خالص، شهر في الناحيه اليمين او ثلاث اشهر في الناحيه اليمين وشهرين في الناحيه الشمال، يعني ملهاش قاعده. فلازم بنبقى بنتابع، احنا بنشوف الشهر اللي يحصل فيه تبويض ايه والشهر اللي ما بيحصلش فيه تبويض، عشان كده احنا ساعات بيجي السيده اقول لها تبويض الشهر ده فيه تبويض فيغلب على الظن ان شاء الله انه هيحصل حمل. ونفس السيده اقول لها الشهر الجاي لا مفيش تبويض. ما ده حاجه طبيعيه، احنا مش كل شهر بنطلع تبويض. ثانيا الجزئيه اللي بنقصلها في اذهان الناس، احنا ما علينا الا نعمل تبويض كويس، الحمل باذن الله سبحانه وتعالى. نرجع تاني لمدام ام احمد، احنا بنقول الورم الليفي يا جماعه، الورم الليفي بيتغذى على هرمونات الدوره. يعني سيده عندها 45 سنه 48 سنه، احنا مقربين من سن انقطاع الطمث. طالما قربنا من سن انقطاع الطمث يبقى ان شاء الله الورم الليفي ده من غير حاجه الهرمونات اللي بيتغذى عليها تبتدي تتسحب من الجسم فهينكمش، الا اذا كان هذا الورم الليفي يسبب نزيف شديد، يعني واحده عندها نزيف شديد جدا. طب انا مش هقدر استنى سنه سنتين ده هي هتتصفى يبقى عندها انيميا شديده هضطر ادخلها اوضه العمليات لحاجه جامده. او السيده في بدايه عمرها فمحتاجه الرحم عشان يحصل حمل مره او اثنين او ثلاثه. يبقى ديا بنشيل بنبتدي نخش نتدخل ونشيل الورم الليفي. اما السيده اللي بيبقى عمرها كبير وعندها نزيف شديد فبنبتدي يعني الى حد ما بنضطر ان احنا نشيل الرحم مع احد المبيضين او المبيضين الاثنين. نبتدي نرجع لموضوع حلقتنا هو تاخر انجاب المتعلق بالزوجه. احنا وصلنا ان قلنا عنق الرحم، احنا فحصنا عملنا فحص مهبلي ما لقيناش اي حاجز مهبلي، ما لقيناش اي حاجه، لقينا الرحم كويس والدنيا كويسه خالص. بيبتدي نشوف عنق الرحم هل في حواليه التهابات، هل حواليه اي حاجه. ثانيا نرجع نقول مفيش حاجه اسمها قرحه في عنق الرحم يحدث لها كي. قرح عنق الرحم لا يحدث لها كي، قرحه ما هي الا عباره عن التهاب شديد في عنق الرحم يتم علاجه بالادويه. هنبتدي نشوف الرحم، الرحم دون هو هل هو طبيعي او هو مقلوب من الدرجه الاولانيه او الثانيه او الثالثه، لان على هذا الاساس بنبتدي نعدل وضع العلاقه الزوجيه. ولكن دايما نقول القاعده الاساسيه ان انقلاب الرحم لا يسبب منع الحمل ولكن يسبب تاخر الانجاب شويه، وذلك لا يتعدى 1%. يعني نيجي بعد كده بنعمل الانابيب والمبايض، وعندنا الغشاء البروتوني المبطن للرحم وقلنا للانابيب. الانابيب والمبايض دي بتبتدي نشوف لها ونعمل لها بعض الفحوصات، وهو والرحم والغشاء البروتوني. نبتدي ناخد كل حاجه بقى. انا المهبل عملت له الفحص المهبلي ده اللي في العياده، اطمنت تماما مفيش اي حاجز مهبلي، او عنق الرحم والرحم والانابيب والمبايض والغشاء البروتوني. احنا دايما لما بتيجي كل سيده هي وزوجها بنبتدي نعمل لهم يعني او ببتدي اشوف للسيده الفستان اللي يناسب حجمها. يعني سيده عندها تاخر انجاب اولي غير سيده عندها تاخر انجاب ثانوي، يعني واحده ولدت قبل كده قيصريه، يبقى ابتدي اشك في الانابيب. اول حاجه اول شك بيبقى في الانابيب، ولكن ذلك لا يتلافى، برضو بعمل تبويض واشوف التبويض، لاني طبعا الجزء الشهير قوي يقول لي تقول لي ما انا مخلفه قبل كده جات لي منين التكيسات، مخلفه قبل كده تبويضي ضعيف ازاي يا جماعه. ما هي ممكن، احنا قلنا افترضنا ان ممكن يحصل تبويض في شهر فيحدث حمل، ده احنا يعني لسه كنا في المؤتمر الاخراني ان في بعض الناس احنا بناخد بنعمل حاجه اسمها كرايو بريزرفيشن اللي هو تجميد للمبايض للاطفال الصغيرين اللي قدر الله بيصيبهم السرطان، عشان بعد كده نبتدي نحقنه لهم تاني بحيث ان يحصل حمل لما تكبر، لان طبعا بتاخد مواد كيماويه وكيموثيرابي وراديو ثيرابي والحاجات دي، فبتؤثر على الفيرتيليتي او الخصوبه بتاعه البنوته لما تيجي تكبر وتبتدي تتجوز. تخيلوا احنا بنحط المبيض تحت الجلد، تحت الجلد في الايدين، وبيحصل حمل من المبيض اللي احنا كنا سايبينه جوه اللي هو تعرض للاشعاع وتعرض للمواد الكيماويه وكل ده، متخيلين؟ فيبقى اذا احنا مش معنى ان حصل حمل مره ان يعني انا لازم يحصل كل مره ولازم يحصل كل شهر. شوف في بعض السيدات تيجي تقول لي انا شلت اللولب بقالي شهرين ما حصلش حمل، احنا مش مكان يا جماعه. هنبتدي نشوف بقى بعض الفحوصات. انا ابتديت اشوف عنق الرحم، ابتدي اشوف الرحم. الرحم ده بيظهر بوسيلتين، يا اما عن طريق الاشعه المهبليه يا اما عن طريق اشعه البطن، ببتدي اشوف وضع الرحم وحجم الرحم. بس تجويف الرحم والانابيب ما بيظهروش غير بحاجه حلوه قوي اللي هي
يا اما الاشعه بالصبغه يا اما المنظار، او منظار الرحم او منظار البطن. معانا اتصال. مدام داليا. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور انا حامل في اول الخامس، بس حصل لي امبارح رجعت وكده يعني، بس بطني بتوجعني وحاسه بقدمي سريعه جدا. ممكن بس اسمع حضرتك من التلفزيون؟ اتفضلي. وضع ارسل البطن. تمام. حضرتك في اول الخامس، ده اول حمله خالص يا مدام داليا؟ لا كان حصل لي حمله قبل كده، خدت الاجهاض ما كانش فيه نبض. اه برضو عملتي عمليه تنظيف؟ لا كان صغير جدا، كان 6 اسابيع بس. طيب تمام. طيب انا هرد على حضرتك. اثناء الحمله يا جماعه لازم يبقى فيه تقلصات. انا بشبه الموضوع ده بايه؟ عندنا الكوره اللي احنا ما بقناش بنتفرج عليها دلوقتي. مدام عزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مدام عزه. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا مدام عزه. اقول سؤال يعني؟ اه اتفضلي. لو سمحت انا عندي يعني ولدت على طول بعد ما يعني حصل الحمله على طول في اول شهر بعد الجواز، وبعد عندي دلوقتي ولد عنده 3 سنين. تمام. وما حصلش حمل لحد دلوقتي. الولد عنده قد ايه دلوقتي؟ عنده 2 سنين و9 شهور بالظبط. 2 سنين و9 شهور، ده طبيعي ولا قيصري؟ طبيعي. فانا كنت واخدت وسيله منها حمل اللي هي حقن كل 3 شهور بعد الولاده يعني. تمام. فبعد ما بطلها دلوقتي بقى لي 1.5 سنة، فما الدوره ما بتنزلش الا باخد علاج. تمام. فعملت متابعه تبويض في شهر قال ما فيش بويضات، وفي الشهر الثاني قال لي في بويضه صالحة يعني ويحصل حمل، بس ما حصلش حمل. فانا كشفت الشهر اللي فات عند دكتور فقال لي عندك كيس ميه على المبيض اليمين حجمه 3.5 × 3. طب تمام. واداني علاج فقال لي ممكن نعمل اشعه بالصبغه، فانا مش عارفه يعني اعمل ايه. هرد على حضرتك يا مدام. طب مدام داليا هنرد عليها، بس احنا قلنا الرحم بيحدث له تقلصات اثناء الحمل كانه زي لعيب الكوره. انا بشبه كده، ما ينفعش لعيب الكوره الاحتياطي المدرب بيقول له يلا تعالى من ايديك انزل الملعب، ده ما بيحصلش. لازم بيقول له ايه؟ ومسخن الاول، بياخد لفتين حوالين الملعب ويجري. هو ده اللي بيحصل مع الرحم. الرحم لازم يحصل تقلصات. خلي بالنا الرحم كل شويه بيتمدد. الحمل في الشهر الاولاني غير الثاني غير الخامس غير السابع غير التاسع. التمدد ده بيعمل بعض الانقباضات في الرحم. ثانيا الرحم دي عباره عن عضله لازم بتجهز نفسها للولاده اللي هو الطلق، فلازم كل ده طبيعي. لازم حدوث الانقباضات في الرحم من اول شهر لغايه الشهر التاسع، والانقباضات دي انا يعني دايما بفهم السيدات ان هي بتزيد ما بتقلش، يعني النهارده كان الانقباض 1 ولا 2 ولا 3، بكره يبقى 4، مع تقدم الحمل لازم الانقباضات دي بتزيد. اما مدام عزه احنا بنقول لها نصيحه كده على الهواء، انت حضرتك معلش هي الحقن اللي كل 3 اشهر يعني بتعمل اضطراب شويه في الدوره، فاحنا هنمشي على حبوب منع الحمل، نسيبنا من اي منشطات او اي حاجه لمده 3 اشهر، تظبط لنا الدوره وبعد كده نبتدي نعمل التنشيط. نبتدي بقى نشوف، احنا قلنا النهارده كده هنبتدي ناخد اعمل فحوصات ايه للرحم. الرحم بشوفه بتجويف الرحم هشوفه عن طريق المنظار الرحمي اللي هنتفرج عليه النهارده، يا اما عن طريق الاشعه بالصبغه، بس الاشعه بالصبغه ما بتورينيش تجويف الرحم قوي. يعني انا دايما لما بشوف حاجه غير لما بينطبع عليها، يعني وانا واقف خارج باب الاستوديو كده قالوا لي الاستوديو جوه فيه كذا 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 واحنا بنصوره لك، غير لما انا اخش وابص بعينيا جوه. ده منظار الرحم، يعني الرحم تجويف الرحم احنا بنكشف عنه بحاجتين، يا اما الاشعه بالصبغه بتوريني تجويف الرحم عامل ايه من جوه، يا اما المنظار الرحمي وده ادق وافضل، يا اما الاشعه العاديه المهبليه ودي ما بتورينيش تجويف الرحم قد ما بتوريني حجم الرحم قد ايه والرحم مظبوط ولا وضعه ايه، هل هو مستعدل او مخلوب من الدرجه الاولانيه او الثانيه او الثالثه. دلوقتي هنبتدي نوريكم بس يعني منظار الرحم دون يعني ايه منظار رحم، ونبتدي نخش ونشوف ايه اللي بيحصل ونبتدي نشوف عنق الرحم. معانا اهي ده عنق الرحم، ده منظار الرحم. احنا ابتدينا نخش جوه، ده تجويف الرحم. احنا طبعا بتبقى داخلين بكاميرا مكبره جدا بضغط ميه شديد بحيث ان هيفتح لنا، لان طبعا احنا عارفين ان الرحم وعنق الرحم ده حاجه اسمها بوتنشال سبيس، حاجه قافله على بعضيها. فلما هي بتبقى قافله على بعضيها انا لازم اضغط ميه جامد بحيث اخش اشوف جوه. ده تجويف الرحم، ده الرحم من جوه. دي كده المنظار الرحمي دايما ويفضل انه بيتعمل بعد الدوره بيومين 3 بحيث ان ما يبقاش فيه اي دم او اي حاجه. انا ابتدي اعمل العينه نظيف ولا حاجه. ده كده احنا دخلنا تجويف الرحم، وادي فتحه من فتحات الانبوبه، دي الانبوبه اليسار بالنسبه للسيده. احنا كده بنطمن
اهو دي فيها نيجاتيف بريشر، فيها جزء سلبي، فهي بتشفط، اذا دي سليمه 100%. دي طبعا عباره عن بلاك كلوت، تجمع دموي داخل الرحم السيده، وده كويس. هنا دي الانبوبه الثانيه، ودون قاع الرحم بتاع السيده. فبنبتدي نشوف، احنا كده بنطمن لو في اي حاجه، في ساعات دلاديل ان شاء الله هنبقى نشوفها في مناظير بعد كده، بيبقى في ساعات دلاديل. دي كده الرحم نفسه، تجويف الرحم اهو، دي كده الانبوبه يعني مدخل الانبوبه الشمال ومدخل الانبوبه اليمين، ودون قاع الرحم الدنيا ظاهره اهي تمام. لو في بعض الدلاديل يعني او بعض الاورام اللي فيا احنا بنبتدي نشوفها، فبنبتدي ناخدها اثناء عمل المنظار الرحم، ونبتدي لان دي بتعوق ان بيحصل اخصاب، او يعني الجنين يبتدي ينغرس في بطانه الرحم كده. ده منظار الرحم ده كان سليم 100%، يعني الحمد لله رب العالمين، كان كرم ربنا كرم السيده دي، كان منظار الرحم بتاعها سليم 100%. هنبتدي نشوف، احنا دايما انا بفضل نعمل منظار بطن ورحم مع بعض عشان الاثنين يظهروا لنا بطريقه سليمه وسهله. هنبتدي نتفرج، احنا كده عملنا منظار الرحم، شفنا تجويف الرحم عامل ازاي. هنا طلع معانا اتصال. السلام عليكم. طيب الاتصال اتقطع، تحاول تتصل بينا تاني المدام. يبقى احنا شفنا دي، احنا كده النهارده حلقه كامله احنا بنبتدي نشوف ايه تاخر انجاب اسبابه، ببتدي ادور عليه، عشان في بعض السيدات بتيجي تقول لي يعني ايه فايده منظار الرحم؟ لا، فايدته كبيره، وان شاء الله هنوريكم في منظار الرحم بعد كده ان احنا لقينا بعض الدلاديل او بعض الزوايد اللحميه اللي موجوده في قاع الرحم التي تعوق يعني غرز الجنين، او تعوق ان يحصل اخصاب للجنين داخل بطانه الرحم. فيبتدي دون يعني بعشلها شهر الثاني تبقى السيده حدث حمل. نيجي الجزئيه الثانيه برضو، تيجي تقول لي منظار البطن ده فايدته ايه؟ انا عملت اشعه بالصبغه ولقيت الانابيب سالكه. يا جماعه صح كده، لقينا الانابيب سالكه والدنيا كويسه الحمد لله، بس في جزئيتين دايما بناكد عليهم في الانبوبه. في جزء فسيولوجي وجزء تشريحي، يعني عندنا خرطوم بيعدي الميه من هنا لهنا، هي الانبوبه دي كده. عدت الميه من هنا لهنا، اللي هي عدت الاشعه، عدت الصبغه من هنا لهنا، واحنا بنصور الاشعه صبغة. ولكن انا لما بعمل منظار البطن، منظار البطن ساعات بشوف ان الانابيب دي سواء نهايه الانبوبه او وسطها او الجزء القريب من الرحم في بعض الانتفاخات، في بعض الالتهابات. يبقى انا بيغلب على ظني ان الانبوبه دي مش سليمه فسيولوجيا. معانا اتصال. مدام اماني اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. حضرتك انا يعني اول ما اتجوزت حملت على طول وكده، تمام، وبعدين جبت ولد قعد معايا 40 يوم ومات. طب قدر الله ما شاء فعل، توفاه الله، اصبري واحتسبي يا رب. وبعدين إن شاء الله. عايزه يعني احمل من بعده وكده، بقى لي 6 شهور الوقت. والده طبيعي، والده طبيعي ولا قيصري يا مدام اماني؟ لا والده طبيعي. طب الحمد لله رب العالمين. هو مات على ال 40 كان فيه ايه يا مدام اماني؟ ما مش عارفه، الدكتور بيقول لي ممكن التهاب رئوي. قدر الله وما شاء فعل، لله ما اعطى ولله ما اخذ. طب وكل ما اروح للدكتور الوقت يقول لي انت كان عندك تكيس على المبايض، المبايض عايزه تتنشط، مش عارفه ايه كل ده. وفي الاخر خالص الدكتوره قالت لي انت ما عندكيش اي حاجه خالص الوقت، وجوزي برده ما عندوش اي حاجه، والهرمونات كويسه وكل حاجه، بس كل شهر الدوره بتجيلي عادي. طيب انا اقول لحضرتك حاجه يا مدام امان، احنا ممكن انت عندك كام سنه يا مدام امان؟ انا عندي 23. 23 متجوزه بقالك قد ايه دلوقتي؟ بقالي سنة ونص. سنة ونص، طب تمام. أنا هرد على حضرتك دلوقتي يا مدام أماني. مدام أماني، هي عندنا القاعدة الأساسية والسهلة أوي. يا جماعة إحنا مش لازم نحمل البني آدم غير الحيوانات، مش لازم هنحمل كل شهر ولا كل شهرين، إحنا الحمل لو حصل في كل 6 شهور كل سنة مرة، وده حصل عند حضرتك، يعني ده حصل عند حضرتك. فيبقى كده البني آدم طبيعي، فإحنا عايزين الصبر، إحنا مش عايزين نجري. يعني انا عايز الصبر. انا كانت لسه عندي مدام الله اعلم بتتفرج عليا ولا لا، برضو راحت لدكتور قال لها ما اعرفش عايزه ايه، وحقني مجهري وبتاع، هي متجوزه ما كملتش 6 شهور. قلت لها ما فيش حاجه ونصبر، حملت يعني في شهرين. احنا مش عايزين نجري على طول، لان الضغط العصبي دون سواء من الامهات او منك انت او من جوزك بيخليك تتحركي للاطباء، وبتدوسي على الاطباء برضو، فبتخليهم يضطروا يكتبوا علاج، ويكتبوا علاج معناها ان تدخل هرموني، فتدخل هرموني معناها يعمل اضطراب. مهما كان يا جماعه العلاجات اللي احنا بنديها لازم نبقى حاطين في اذهاننا، ودي واحنا بنحطها في اذهاننا واحنا بنشتغل تماما. مهما عملنا ادينا هرمونات او ادينا علاج، هو ماده كيماويه داخل الجسم ليها نفع، وخلي بالنا ليها نفع بس ليها ضرر يا جماعه.
احنا ليها نفع وليها ضرر. ان كان يغلب على الظن ان النفع يجب الضرر فهنديه. دي كل الادويه احنا ماشيين بيها القاعده كده. اما النفع زي الضرر مش هديه. والضرر طبعا لو يغلب النفع طبعا ده ممنوع ان يتاخد. يبقى يا جماعه لازم نفهم الجزئيه دي، ما نجريش بسرعه ولا نتحرك بسرعه. احنا ممكن نروح نطمن، بس انا بنصح الناس كلها على الهواء دلوقتي وبنصح الاطباء ان احنا ما نجريش، ما نلعبش في هرمونات. ما يجيش سيده بقى لها شهرين وثلاثه، يعني انا دايما لما بيجي لي زوجين 22 23 سنه ولسه بقى لهم شهرين ثلاثه جايه اطمن، يعني انا عن نفسي يعني على طول بقول لها بقول انت ما تقوليش جايه تدوري على الخلف، احنا لسه نروح نلعب مع بعضينا لسه شويه، ده شهرين دول في عمر الجواز ولا حاجه، مش قبل 6 شهور سنه عشان نبتدي نتداخل، وخصوصا لما بيبقى الزوجين صغيرين، وخصوصا لما يبقاش في اي في تاريخ مرضي لاي حاجه. عايزين نبتدي نهزر ونضحك في الاول، اول حاجه بنبتدي بيها اول 3 4 اشهر نعمل تحليل الزوج، وخصوصا لو كان بيشرب سجاير بيشرب اي مكيفات او 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 نبتدي نشوف. احنا نرجع تاني بقى لموضوع حلقتنا تاني اللي هو ايه، تاخر الانجاب. احنا قلنا دايما تاخر الانجاب الاولي بندين المبايض، والسبب الاساسي في تاخر الانجاب بالنسبه للمبايض هو التكيسات على المبايض. وانا جبت لكم النهارده يعني منظار للبطن، بس في تكيسات على المبايض من النوع المفتخر، نتفرج عليه مع بعضينا. احنا دخلنا عملنا المنظار، اول ما دخلنا لقينا المنظر ده كده، يعني اول ما دخلنا لقينا المنظر اللي هو تكيسات على المبايض. اول حاجه دخلنا فيها لقينا اول دي كده، داخلين احنا بالمنظار، داخلين بالتروكر بتاع المنظار. شوفوا المبيضين كبار ازاي، هو ده مش ده الحجم الطبيعي، هنبقى مره نجيب الحجم الطبيعي ونتفرج عليه. تكيسات المبايض هنا يعني عنيفه جدا لدرجه ان هي مغطيه على الرحم، ما كناش عارفين نخش ونجيب الرحم من كتر التكيسات على المبايض. شايفين حجم المبيض كبير، وطبعا حجم المبيض المفروض بيبقى حاجه صغيره جدا يعني يكاد يرى بالاشعه المهبليه، الا اذا حصل تضخم في المبيض. شوف شايفين هو ده، شوف ابتدى يظهر الرحم من وسط ده، المبيض اليمين بالنسبه للسيده وده المبيض اليسار بالنسبه للسيده. شوفوا مغطيين على الرحم تماما، وعامل على تجويف الرحم مغطي على تجويف الرحم. فنبتدي نشوف الدنيا عامله ازاي. ده المنظار، بنبتدي نعمل حاجه اسمها بانوراميك فيو، اطمن على المعده، اطمن على الكبد، اطمن على اي حاجه، بس احنا بنبتدي نشوف كده، نبتدي نطمن على تجويف البطن واحنا بنعمل منظار البطن بالنسبه للسيده. حتى لو احنا بنعمل منظار نساء فاحنا بنطمن على الاجزاء الكبد المعده. ونبتدي نرجع بقى للجزء اللي احنا هنشتغل فيه، يعني نبتدي نرجع للجزء اللي احنا هنشتغل فيه اللي هو جزء ده الكبد اهو، تمام، وادي المعده. هنبتدي نرجع بقى للجزء بتاعنا، شايفين احنا التكيسات على المبايض عامله ازاي، عنيفه يعني بطريقه جامده جدا. سيده طبعا دي احنا بعد ما نصحناها بفتره طويله ان هي تجهز تماما، اللي هي قبلها بيومين قبل المنظار، في بعض التجهيزات اللي قبلها بيومين بتبتدي تتعمل بحيث ان المستقيم والماء والامعاء والحاجات دي تبقى فاضيه بحيث يسهل لي شغلي. زي ما شفنا اهو التكيسات على المبيض، احنا هنبتدي ناخد بقى كل مبيض ونبتدي نخش بالتروكر الثاني اهو. دخلنا اهو بالتروكر الثاني بحيث ان احنا نعمل كي للمبايض. يعني ايه كي على المبايض؟ ويعني هل عشان في السؤال ده حضرتك انا شلت التكيسات وانا بعمل المنظار، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. يعني شايفين حضرتك حضراتكم المبيض ده، احنا لو شلنا التكيسات اللي على المبيض ده اللي موجوده يبقى اذا بوظنا المبيض كله بلا استثناء، يبقى قضينا على المبيض بلا استثناء. وادي الانبوبه، احنا بنبتدي نجيب طرف الانبوبه عشان نشوف الاشعه بالصبغه لما نيجي نحقنها هل هي سليمه ولا لا، هل بتعدي الاشعه بالصبغه السليمه ولا لا. طبعا احنا الجزء الخارجي للانبوبه ده في حاجه اسمها فيموزس اللي هو بعض الالتهابات اللي موجوده، زي ما شفنا هو الاشعه بالصبغه هتبتدي تتحقن فهتبتدي تظهر الاشعه بالصبغه، ولكن الانابيب دي يعني احنا بيغلب على ظننا ان هي فيها بعض الالتهابات الشديده اللي مش هيحصل منها حمل، او لو حصل حمل غالبا لا قدر الله يبقى حمل خارج الرحم. اهو ده تجويف الرحم، بنبتدي نشوف ونسلك بحيث ان احنا نوصل للطرف الخارجي للانبوبه. زي ما احنا شايفين ادي تكيسات على المبيض اهو، هنبتدي اهو هنمسك المبيض بحيث ان احنا نعمله كي، هنعمل كي من الناحيه اليمين وكي من الناحيه الشمال. يعني ايه تكيسات على المبايض يا جماعه؟ يعني دايما اثناء التبويض كل سيده بتخش التبويض او الدوره بتاعتها بتخش في الدوره دي بألف بيضه، عشان كده ربنا خلق لنا مخزون بويضات هايل، بيبتدي يتدرجوا ويعني ويترقوا، الألف يبقوا 500 يبقوا 200 يبقوا 100 لغايه لما في نهايه التبويض بتخرج بيضه واحده سواء من المبيض اليمين او المبيض اليسار. نيجي بعد كده بيحصل ايه؟ ان اثناء التكيسات على المبايض دي في بعض اضطراب في الهرمونات،
ودي بنبتدي نفحصها بالهرمونات. تكيسات على المبايض بتتشخص بالاشعه التلفزيونيه مع وجود الكلينيكال او كيميكال هايبر اندروجينيميا، يعني وجود بعض الهرمونات الذكوره سواء في تواجد الشعر في اماكن لا يصح ان توجد فيها في السيده، او هرمونات الذكوره زياده شويه في السيده مع اضطراب في هرمون الاف اس اتش والال اتش اللي معمولين في النص في الجزء الاولاني من الدوره، من ثالث لسادس يوم في الدوره او من ثاني لسادس يوم في الدوره. كل ده معناه تكيسات على المبايض، يعني الاضطراب الهرموني ده خلال الالف بيضه بدل ما يترقوا ال 500 ل 200 لغايه لما يوصلوا الواحده، لا وصلوا لغايه لما ترقوا 200 100 500 200 100 50 20 لغايه لما وصلوا ل 10 10 حجمهم من 10 مللي ل 12 مللي، كل ده وقف عند هذه المرحله. ده اللي بنسميه تكيسات على المبايض. احنا زنقنا المبيض اهو، هنبتدي نعمل كي للتكيسات على المبايض دي. احنا ما بنلجاش للمنظار على طول على فكره في تكيسات المبايض، عشان برضو ما يعني المدام اللي عملنا لها السونار دي كانت بعد 3 4 اشهر من المتابعه الجيده ومحاوله التنشيط الهائل ما حصلش برضو تنشيط، فاضطرينا ان احنا نتدخل جراحيا. تكيسات على المبايض احنا ما بنشيلهاش اثناء المنظار اهو، يعني زي ما السيدات زي ما احنا شايفين كده على الشاشه، احنا لو كوينا كل المبيض يبقى انا قضيت، لان الجزء الخارجي من المبيض ده هو ده المخزون المبيض، ده اللي فيه البيض الكتير قوي. انا لو قعدت اعمل كي 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 انا كده هقضي على التكيسات على المبيض. انما هي فكره المنظار او فكره الكي اللي احنا بنعملها ان احنا يا دوبك بنعمل اثنين او ثلاث مرتين او ثلاثه بنعمل كي للمبيض، بحيث ان احنا بنعمل ايه حاجه الكتريك شوك، يعني وانا سايق العربيه مثلا ومش نايم بقالي 3 4 ايام، اللي جنبي بيقول لي فوق فوق الحق ده احنا هنعمل حادثه، فابتدي افوق كده والاقي نفسي ايه مره واحده الدنيا. هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط بالنسبه للمبيض، انا بعمل له ايه؟ بعمل له الكتريك شوك، صدمه كهربيه او صدمه كهربيه، فبقول له قوم بوظيفتك كويس. ليه؟ عشان تبتدي تقوم بوظيفتك. فغالبا يعني لسه كان في عندنا حاله برضو بعد شهرين ثلاثه، من ثلاثه لست شهور من احنا نترك السيده خالص او مع التنشيط بيحصل حمل، لان احنا المبيض نفسه بنديله الصدمه الكهربيه او الصدمه العصبيه، فبنقول له فوق فيبتدي يفوق فبيحصل الحمل فيقوم بوظيفته السليمه. زي ما احنا شفنا كده احنا عملنا كي للمبايض هنا، احنا كده بنبتدي نحقن الاشعه بالصبغه، بحيث هي احنا عندنا الجزء الخارجي من الانبوبه اهو ظاهر، ده الجزء الخارجي من الانبوبه، فبنبتدي نحقن الاشعه بالصبغه ان هي تظهر. احنا يا جماعه برضو عشان برضو انا عندي القاعده الاساسيه اللي ما بحبهاش، احنا ما بنجريش على المنظار ولا على منظار البطن ولا على منظار الرحم، هي عباره عن درجات بنفصل لكل سيده ثوب بتاعها. يعني ما ينفعش سيده لسه متجوزه بقى لها 6 شهور 9 اشهر واجي اقول الاقي واحد نصحها بمنظار، منظار ايه؟ احنا لسه ما عملناش حاجه. ما ينفعش واحده سيده والده قيصر 3 4 قيصريات واحد نصحها بمنظار، برضو ما ينفعش. لازم بنمشي درجات واحده واحده، اولا بنتابع بالحاجات، ما يبقاش فيه تدخل جراحي على قد ما بنقدر. يعني المنظار ده احنا بنرجع له بعد 6 شهور 9 اشهر من المتابعه الجيده، حصل تبويض كويس، تحليل زوجي كويس، لو الامكانيه الماديه مش موجوده فبنعمل اشعه بالصبغه الاول تبتدي تديني انطباع، لان طبعا انا عملت اشعه بالصبغه ولقيت الانابيب مسدوده يبقى احنا كده ما لناش حمل غير حقن مجهري. بس هنضطر نعمل قبليه برضه، لازم برضه عشان بننصح السيدات كده على الهواء، اي حقن مجهري او اطفال انابيب قبل ما يعمل لازم نعمل المنظار الرحم اللي احنا شفناه قبليها. ليه؟ لان دايما لازم اشوف تجويف الرحم، اشوف هل التجويف هيستقبل الجنين كويس ولا لا. وان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هنجيب لكم برضو منظار رحم، هتلاقونا شلنا كذا كذا حته وكذا حاجه، كان في زوايد لحميه في قاع الرحم دي سوف تعوق حدوث الاخصاب، يعني لما اجي احط الجنين هيبتدي يلزق فيها، مش هيلزق في البطانه فيبتدي ينزل. فطبعا احنا اتكلفنا عمليه كبيره ويعني وننحي الماده جانبا، تعلقنا قلبيا ان يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ويحصل حمل. فطالما احنا شايفين سبب، يعني احنا بنعذر ونعتذر لو ما فيش سبب. يعني انا لقيت عملت منظار رحم لقيته سليم، عملت منظار البطن لقيت ما فيش مرض بطانه رحم مهاجره ولا اي حاجه، عملت طلع كله بلا استثناء سليم وبرده ما حصلش حمل، يبقى قالوا معذره الى ربنا، خلاص احنا عملنا اللي علينا، كده اراده الله لم تاتي بعد. انما ما يبقاش انا ما اخشش اعمل حقن مجهري او واكلف نفسي التكنو، ما بقاش اعمل حقن مجهري او وما بقاش عملت منظار رحمي قبليه. احنا كده بنعمل هنا كي للمبيض الشمال للسيده، تمام زي ما عملنا الناحيه اليمين، بس طبعا احنا بنزنق الرحم تماما
عشان ما نؤثرش على جدار البطن. شايفين طبعا التكيسات كل ده تجمع ميه جوه، كميه التكيسات كانت عاليه قوي عند المدام. وشايفين الدوره الدمويه كل ما التكيسات بتزيد، شايفين الشعيرات الدمويه اللي موجوده على على المبيض. طبعا السيده دي احنا عملنا حقنا الصبغه بالناحيتين، فلقينا ان الصبغه اهو صبغه الى حد ما معديه، ولكن الانابيب مش سليمه قوي، ف يعني فضلنا لها ان احنا قلنا لها نلجا للحقن المجهري. هل بقى دي كده احنا قبل ما بنخرج بنبتدي يعني نشطف الرحم والمبايض والانابيب بحيث ما يحصلش اي التصاقات، حتى لو كانت هي الالتصاقات اللي موجوده مع منظار البطن خفيفه جدا، يكاد يكون ما بيعملش اي التصاقات من اي نوع، ولكن برضو وجود بعض المياه دي وكان لسه في بعض المواد اللي احنا بنقدر نرميها جوه فتقلل الالتصاقات. احنا كده خرجنا بالتروكر الاولاني الكبير والصغير، وبعد كده واحنا خارجين بنطمن ان ما بيحصلش اي حاجه عشان نبقى مطمنين تماما من السيده ان ما حصلش اي حاجه من اي نوع. معانا اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور الله يخليكي، كويس بفضل الله الحمد لله، اتفضلي. انا حضرتك انا كنت متجوزه شهر 6 اللي عدى دون. تمام، اسم حضرتك ايه يا مدام؟ اسمي رحاب. ماشي يا رحاب، عندك كام سنه يا مدام رحاب؟ نعم. عندك كام سنه؟ 22. 22، متزوجه بقالك 9 اشهر كده؟ ايه؟ متزوجه بقالك 9 اشهر؟ ايوه. تمام. ايوه. فانا حاسه بحمى على طول يعني الحمد لله كده، وكان المفروض انا اقعد بالشهر ده. تمام. فما حصلش نصيب، وجي في اخر يوم في التاسع وكيس الميه عندي اتفتح. قعدت 3 ايام ينزل في ميه. طبعا رحت الدكتور اداني مضاد حيوي، قال لسه الجنين ما استعملش ولازم يفضل شويه. ده كان اول يوم في التاسع؟ انا نزل عليا ميه اخر يوم في الثامن. اخر يوم في الثامن؟ اه، قعدت 3 ايام تنزل ميه. طبعا رحت للدكتور قال لي اداني حقن عشان رقبة الطفل كانت لسه اكتملت ومضاد حيوي وحاجات من دي. وقعدت 3 ايام طبعا الميه ما اترفعتش، فرحت 3 يوم في التاسع بقى. تمام. كان طالب مني تحاليل، طبعا كان عندي الانيميا ضعيفه، طبعا كانت ما واطي خالص. والحضور الحمد لله كنت تعبانه، ما كانش في يوم راحه خالص. فجيت بقى الحمد لله الدكتور قال لي لازم تجيب نقل دم، جبت دم وكده ودخلنا اوضه عمليه على طول ثالث يوم في التاسع. تمام. فولدت شق. اه، قيصريه يعني. اه. فطبعا اللي نزل طبعا معرفش بقى شرب من ميه اتلوثته، طبعا نزل عندها الدم بتاعها اتلوث، وكان عندها الكلى بتاعتها كان مهري، وكان يعني الحمد لله كان عندها كل حاجه. طب الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. ده الكلام ده بقاله قد ايه يا مدام رحاب؟ انا لسه ما ربعتش، لسه بقاله. طب السؤال فين هنا يا مدام رحاب؟ نعم. السؤال فين هنا؟ السؤال انا عايز اعرف الكيس ده اتفتح ليه؟ طبعا كله بيقول لي انت كنت شلت حاجه تقيله، عملت حاجه تقيله. طب انا هرد على حضرتك. هرد على حضرتك. كيس الميه اللي حوالين الجنين ده سبحان الله ربنا، والميه اللي حوالين الجنين دي ربنا مخليها لنا، دي حياه الجنين. يعني انا لما كيس الميه ده يتفتح، هو طبعا كان القرار خاطئ ان هي تصبر 3 ايام. احنا كيس الميه في خلال 24 ساعه بندي مضادات حيويه. سيده دخلت في ولاده، دخلت ما دخلتش بنبتدي نفتح لها بطنها، يعني هي كانت الغلطه طبعا قعدت 3 ايام، هو كان يوم واحد فقط، حتى لو اخر التامن. انا عندي قناعه ودي قناعه شخصيه، مش عيل يعيش جوه بره في حضانه افضل كتير ما نسيبه جوه وابتدي ما ببقاش عارف، لان انا طبعا السيده خصوصا احنا في مصر هنا يعني ما عندناش المونيتورنج، يعني السيده دي مش متبعه الثلاث ايام قعدهم جوه المستشفى. هي لو الثلاث ايام قعدهم جوه المستشفى معمول الانترنال مونيتورنج واكسترنال مونيتورنج، العيل متبع كويس، بيتعمل له سي تي جي، بيتعمل رسم نبض جنين كل شويه كل ساعتين، اه ده يبقى تمام ان شاء الله، حتى تقعد 10 15 يوم لان الموضوع ده متبع جوه المستشفى. انما طبعا احنا طبيا في مصر يعني هو الدكتور اكيد اداها وقال لها تعالي لي كمان يومين، تعالي لي كمان، ده ما ينفعش. كيس الميه او الميه اللي حوالين الجنين دي يا جماعه، الميه اللي بيتحرك حواليها دي الدوره الدمويه، يعني دي اعتبار الدوره الدمويه اللي بتاعه الجنين. اول ما بتنزل برضو عشان في بعض السيدات وخصوصا الكبار بيتجنوا، اول ما بتنزل الميه بعديها بخمس دقائق الميه اللي حوالين الجنين نزلت، عايزين نلحق العيل. لا يا جماعه نهدى كده، الميه دي لما بتنزل مفيش اي مشاكل في خلال 24 ساعه اندر كفر وفي انتي بايوتيك،
يعني بندي السيده المضادات الحيويه القويه بتاعتها في خلال ال 24 ساعه الاولانيه، ربنا ما كرمناش وما جاش طبيعي، هنبتدي نولد قيصريه، هنبتدي نولد قيصريه. فالموضوع ما فيهوش مشاكل، انما ما ينفعش نصبر اكتر من 24 ساعه. في ناس بعض الدراسات بتقول لي 48 ساعه، بس احنا زي ما قلنا دون بيبقى ناس محجوزه في المستشفى متابعه جيدا داخل المستشفى، انما خارجيا هو خلال 24 ساعه حصل النصيب حصل، ما حصلش بنبتدي يحصل فتح بطن ويبتدي نعمل عمليه قيصريه ونخرج الجنين. لان قناعتنا دايما ان الجنين يعيش بره في حضانه افضل كتير ما اسيبه جوه وانا مش مطمن. هو طبعا جوه افضل كتير، بس لما تبقى كل الظروف مواتيه وماشيه في الناحيه السليمه. يعني انا مثلا سيده والده قيصريه قبل كده، لا وشويه مغص النهارده اول يوم في التاسع، لا اصبري شويه، لان ال 10 15 يوم اللي هيقعدهم الجنين جوه دول الحضانه مش هتعوضهم له مهما حصل. انما لما يجي السيده فيها وجع شديد ولا قدر الله ممكن مثلا الرحم، والده قيصريه قبل كده والرحم لا قدر الله يحصل له حاجه، واقول لا هسيبه كده كده عشان لا. احنا دايما ودي الجزئيه اللي باكد عليها، الطبيب هنا عامل زي القاضي بيمسك العصايه من النص. القاضي لازم يحكم بالعدل، هو على قضاء المنصه يمين وشمال، عنده ادله وعنده براهين وعنده اتهامات وبتاع، بيبتدي يحكم بالورق. هو احنا نفس الحكايه، انا ببتدي اشوف فين مصلحه الجنين وفين مصلحه الام، الاثنين مع بعض مش مصلحه واحد بس. يعني ما ينفعش اجي على مصلحه الام عشان اطلع جنين سليم، لا ما انا كده قضيت على الام اللي هي حاجه الاساسيه. معنا اتصال ام محمد، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ بفضل الله كويس الحمد لله. لو سمحت انا بنتي عامله حقن مجهري في شهر 9 10 9 10 تمام. وبعدين هي وهي الرحم بتاعها احادي القرن. احادي القرن تمام. وعملت ربط مبايض في شهر 12. ربط عنق رحم. لا ربط عنق الرحم عشان الرحم ذو القرن ده تمام. ودلوقتي هي بطنها توأم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يتمم لها على خير يا رب ان شاء الله. فالله يخليك. فهي دلوقتي هي مسافره، هل ركوب الطياره خطر عليها في الوقت ده؟ هي تاخر السبع دلوقتي. ما انا عارف، بس لا هي هتولد هناك ولا هتولد هنا يا حاج؟ نعم هتولد هناك ولا هتولد هنا؟ لا احنا عايزينها تولد هنا ان شاء الله. طيب يبقى ملوش لازمه السفر رايح جاي يا حاج، مفيش اي خطر على ركوبها الطياره يعني؟ لا ما بقول لحضرتك يبقى هي هتولد هنا، يبقى ملوش لازمه السفر، خليها قاعده هنا. خليها قاعده هناك؟ هنا ما هتولد هنا. طيب يبقى خليها قاعده. ركوب الطياره تيجي من سفر، هي مسافره، هي جايه من هناك لهنا يعني. على الله بقى، ربنا يكرم يا رب ان شاء الله ويوفقها يا رب. يعني ان كان في خطر يعني ولا ايه؟ ما تفهمش. هو في السابع يعني من المفترض ان السيده بتريح، وخصوصا احادي القرن وفي توأم دي، هي هتلاقي عندها دلوقتي انقباضات في الرحم شديده. على الله يعني ان شاء الله ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. يعني هو من المفضل طبعا ما تسافرش، بس طالما هتولد هنا جنبك يبقى ما فيش مشاكل. على الله ان شاء الله وربنا يكرمها يا رب ان شاء الله. هو من المفترض طبعا ان السفر يعني في الشهر السابع الثامن التاسع، يعني كل ما بنقرب يعني تقرب موعد الولاده يفضل ان هو لا. ولكن طبعا يعني وخصوصا في احادي القرن حامل في توأم، فغالبا الرحم نفسه يعني لن يستطيع ان هو يكمل للتاسع، فيبقى ايه على الحد ما. بس طبعا احنا ساعات بنقول يعني هي هتبقى بره هتولد لوحدها ازاي وبتاع، فنتوكل على الله وان شاء الله وندعي ربنا وربنا ستار ان شاء الله. نبتدي نرجع بقى لموضوع الحلقه تاني. يعني احنا كنا بنتكلم عن تاخر الانجاب. نبتدي نشوف احنا دايما يا جماعه تاخر الانجاب، في بعض الفحوصات اللي بتتعمل زي الاشعه بالصبغه ان شاء الله، وهنبقى نجيب بعض الاشعات اللي بالصبغه اللي نبتدي ندور عليها ونشوف فيها ونبتدي نبحث نشوف الرحم ده احادي القرن زي ما ام محمد بتقول زي بنتها، ولا هو ثنائي، ولا في حاجز ما بين هو رحم وفي حاجز داخلي، هل الانبوبتين سالكين، الانبوبتين سلام، هل الانبوبتين مسدوده في النص، هل مسدوده في الاخر، كل ده ان شاء الله هنبقى نشوفه بالاشعه بالصبغه. احنا دلوقتي تاخر الانجاب، سيده جات لنا فيها بقالها 6 شهور او سنه ما حصلش حمل، لم يسبق لها الحمل. احنا الاول قلنا هنودين المبايض، مش هنلجا لاي تدخل جراحي قبل من 3 لـ6 شهور، من 3 لـ6 شهور من العلاقه الزوجيه المنتظمه، من تحليل الزوج السليم، من تحاليل الزوجه السليمه، من متابعه التبويض الجيده مع متابعه العلاقه الزوجيه في مواعيد سليمه، كل دون من 3 لـ6 شهور في زوجين لسه صغيرين لسه متجوزين قريب. يعني برضو ما تجيليش مثلا زوجين بقالهم 28 عندهم 28 سنه بس متجوزين بقالهم 12 سنه. هم الزوج والزوجه صغيرين قوي، ولكن هم بقالهم فتره طويله من الزواج. مدام منى اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه من فضلك يا دكتور، كنت عايزه استفسر على حاجه. انا متجوزه بقالي سنه
تمام مع حضرتك. يعني بعد 5 شهور كده كان يعني تحليل زوجي كان عنده نقص في العدد يعني. تمام. وبعدين يعني اخد كورس علاج 6 شهور كده، والحمد لله ربنا كرم من شهرين كده وحصل حمل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يتمم لك على خير يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. فهو يا دكتور السؤال دلوقتي، انا يعني انا دلوقتي في نص الثالث، وحصل معايا انه يعني نزل مرتين عليا نقط دم. تمام. فانا كنت رحت للدكتور اداني دبوس مثبت اسمه برونتوجيست تقريبا. تمام. مع حضرتك. فانا عايز اعرف يعني هل الدم ده فيه يعني فيه منه خطر؟ هو يعني دلوقتي واقف خلاص، فهل مثلا فيه منه خطر هرد يعني على حضرتك يا مدام منى. مدام منى جرتنا، هي تسمع الاجابه دلوقتي، هي جرتنا الموضوع ده، هي جرتنا الموضوع تاني خالص. هو موضوع النسف اثناء 3 اشهر الاولى من الحمل. احنا كنا عملنا حلقتين قبل كده لو مدام منى متابعه. النسف دوام بيبقى 3 حاجات، يا اجهاض، يا اما حمل خارج الرحم، والحمد لله احنا ما فيش حمل خارج الرحم لان حضرتك تابعتي، ولا حمل حويصلي. في الجزئيتين التانيين ان ممكن يبقى في نسف من عنق الرحم، بعض الالتهابات الشديده، او حاجه اسمها هارتمان ساينز اللي هو في ميعاد الدوره كل شهر السيده ممكن تنزل نقطتين، خصوصا ان تجويف الرحم لم يمتلئ بالجنين. فكل ده وارد ان شاء الله، فما فيش اي مشاكل. طالما متابعين كويس، نقط او نقطتين دم او كميه الدم حتى لو كتيره، طالما احنا شايفين الجنين قصادنا كويس، ربنا رحيم بينا. طالما متابعين الجنين كويس ورحنا عند الطبيب ولقينا الجنين كويس وسليم، فما فيش اي مشاكل من اي نوع، نبتدي نتابع بس المتابعه الجيده ان شاء الله. انا يعني الحلقه هو كده المخرج بيقول لي خلاص انتهت، فاحنا ان شاء الله نذكركم بس بزياره السويس اللي بقت كل يوم 3 الساعه 11 في مستشفى عباد الرحمن. ان شاء الله يعني ان شاء الله نتشرف بالناس اللي عايزه تحجز من السويس في تحجز في المستشفى. الحلقه ان شاء الله اللي ما تابعهاش من الاول هيلاقيها على اليوتيوب، بس نكتب دكتور شادي محمد بسمه امل، لان طبعا بسمه امل مسيطر عليها دكتور عمرو خالد. اللي عايز يتواصل معانا على الصفحه بسمه امل دكتور شادي محمد على الفيسبوك. وان شاء الله احنا يعني دايما البشر اللي احنا بنقولها ان احنا الحمد لله بفضل الله قدرنا نوفر الحقن المجاري بسعر مش هنقول يعني رخيص قوي، لاني طبعا انا ما اقدرش اجيب حاجات تؤذي عيان او تعمل حاجات مش كويسه، بسعر معقول بحيث ان يتناسب مع يعني اغلب الدخول. وعلى الله ان شاء الله، ونتعشم في وجه الله خير ان احنا نبقى قدرنا نوصل معلومه طبيه لكل الساده المشاهدين. وعلى امل ان يتجدد بكم اللقاء مع برنامجكم برنامج بسمه امل في ساعه الا ربع قبل دلوقتي كل يوم حد الساعه 2 الظهر مع دكتور شادي محمد، اخصائي امراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجاري واطفال الانابيب ومناظير البطن والرحم. وان شاء الله نتعشم في وجه الله خير ان نلقاكم ان كنا من اهل الدنيا يعني الاسبوع القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.